مرحبا بكم يا أصدقاء، سأطلب منكم طلب واحد وهو الضغط على زر الإعجاب لينتشر الفيديو ولا تنسوا الاستمتاع. كما العادة تبدأ قصتنا في مكان مليء بالسحر والسحرة، حيث الأطفال وكبار السن يعتمدون على السحر أعمالهم وفي حاجياتهم اليومية. وهذا المكان يضم أيضا الحيوانات النادرة مثل التنانين. في المقابل يظهر لنا شاب ذو عضلات بارزة ضخمة يقوم بالتدريبات القاسية من خلال رفع الأثقال، بعدها يستريح ليأكل فطيرته المفضلة. في الجهة الأخرى يظهر لنا رجل عجوز أصلع الرأس عمره لا يتجاوز 75 سنة يدعى بريغارو بارانديدو، يعيش في الغابة مع ابنه الوحيد بعيد عن البشر وضجيج المدينة، وهو يستمتع بشرب الشاي ينصدم بتحرك الباب بشكل غير طبيعي، ثم بوم تنكسر الباب بسبب ابنه المعطل والذي يدعى بماشا. بدأ أبيه بتوبيخه لأنه لا يعرف طريقة فتح الباب، وهنا ماشا بدلا من الاعتذار من أبيه لا بدأ بإصلاح الباب وإرجاعها إلى مكانها المناسب بالطريقة الخاطئة، ثم انكسرت الباب تحت صدمة أبيه، وأخيرا اعتذر من أبيه عن الباب الذي كسره. المهم بعد مرور الوقت وهم يشربون الشاي، بدأ ريغيرو بالإطمئنان على ابنه وكيف يمارس تدريباته الشاقة، ليرد عليه ماشا أنه يشعر بالراحة في التدريبات. ثم طرح على أبيه سؤال لماذا هو دائما يمارس التدريبات الجسدية بدلا من التدريبات على السحر. انصدم أبيه من السؤال لأن ابنه مختلف عن باقي البشر وأنه غير قادر على ممارسة السحر. ثم غير ريغيرو الموضوع وخرج مسرعا قائلا لابنه أن يحافظ على المنزل وعدم التسبب في فوضى هاربة، ونصحه أن يبقى في المنزل والابتعاد عن البشر وعدم الذهاب إلى المدينة. ثم خرج أبيه بعد مغادرة أبيه أمام ماشا بإخراج ورقة مكتوب عليها اسم محل الفطائر، ثم خرج من المنزل إلى المدينة لشراء فطائر الكريمة لأنه جائع جدا. بعد وصوله إلى المدينة وبالضبط عند بائع الفطائر قام بإعطائه النقود، ولكن النقود كانت مطوية لأن ماشا تحمس كثيرا وقام بطويها بدون إدراك. المهم اعتذر من البائع وأعاد إصلاح النقود، وهنا انصدم البائع كيف لشاب أن يطوي النقود الفولاذية ثم يعيد إصلاحها من جديد. بعد مرور الدقائق أخذ ماشا الفطائر وهو عائد إلى منزله، انكشف الغطاء على وجهه، ثم انصدم الجميع من ماشا لأنه شخص غريب عن المدينة. وفي الجهة الأخرى يظهر لنا شرطي يدعى براد في مكتبه يستمع للأخبار، بعدها يتلقى مكالمة مفادها أن شخص غريب الأطوار لا يحمل العلامة يتجول في شوارع المدينة. في الجهة الأخرى يصطدم ماشا بشرطي بديل اعتذر منه في الأول، لكن الشرطي قام بتوبيخه لأنه قام بإفساد بدلته، وهنا ماشا قام بتمزيق بدلة الشرطي دون قصد تحت صدمة الجميع، وأخبره أنه سيقوم بتنظيف بدلته. فجأة ظهر براد الذي كان يتحدث على الهاتف، ثم نظر إلى ماشا وهو مصدوم من طريقة أكله للفطائر، وهو يقترب للتحدث معه. فجأة ظهر ريغيرو وحمل ابنه واعتذر من الجميع وغادر مسرعا، لكن الشرطي قام بتعويذة سحرية وسخر طائر لمراقبة العجوز وابنه. بعد وصول ريغيرو إلى المنزل مع ابنه بدأ بالصراخ عليه وتوبيخه لأنه حذره ثم حذره أن يبتعد عن المدينة وخاصة البشر، زائد ورطه مع الشرطة. بعد الكثير من الكلام اعتذر ماشا عن فعله وقدم لأبيه بعض الفطائر، وقام أبي أيضا بمسامحته بشرط القيام بالكثير من التمارين. بعدها غادر ماشا للتدريبات، وريغيرو مصدوم من ابنه لأنه ولد مختلف عن باقي الأولاد ودائما يكون هادئا ولا يفتعل المشاكل، وهو يتحدث مع نفسه يلاحظ طائر غريب يراقب. فجأة انكسر الحائط من طرف براغ وشرطة السحر، وأول سؤال طرحه
أين هو الفتى؟ وفي الجهة الأخرى يظهر لنا ماشا يمارس التمارين بحركات غريبة وصعبة جدا تحت صدمة جميع الحيوانات. بعدها انتهى من التدريبات متجه إلى منزله لأنه جائع جدا. بعد وصوله يسمع أصوات غريبة وهو يقترب من الباب، يسمع براد يتحدث مع الريجارو على لماذا السحر أصبح أكثر انتشارا، لأن شرطة السحر تقوم بإبادة الأطفال والأشخاص الضعفاء، أي الذين لا يمتلكون القدرة على استعمال السحر مثل ماشا. وهنا ماشا انصدم بسماع حقيقته. بينما في الجهة الأخرى براد يسأل ريجيرو عن الفتى، لكن العجل رفض إخباره. غضب براد وبدأ بضرب العجل. في نفس الوقت يسأل عن مكان ماشا، لكن العجل يرفض التكلم ويتذكر طفولته كيف كان شخص عديم الفائدة لا يصلح لشيء، والجميع يوبخون ويسيئون إليه، إلى أن قرر في إحدى الأيام إنهاء حياته. فجأة سمع صوت صبي يصرخ، ذهب يتفقد الأمر وفعلا وجد طفل متخلى عنه لا يحمل علامة السحر. المهم قام بحمله وضمه وشعر أن الطفل يحتاج إليه، ومن هنالك بدأ بالاعتناء بماشا. وفي الجهة الأخرى يقوم الشرطي الماكر بتعذيب وضرب العجوز، ثم يسأله عن مكان ماشا، لكن العجوز يرفض الاعتراف ويصرخ قائلا اهرب يا ماشا اهرب، إلى أن قرر الشرطي التخلص من العجوز ريجارو. فجأة ظهر ماشا مع قبضته القوية، حيث أرسل بها الشرطي الأول إلى منزل، ثم أمسك الشرطي البديل ومزق له ثيابه مرة أخرى وبدأ بصفعه إلى أن انتفخ وجهه. هنا براد بدأ بالاستهزاء به، حيث قام بتوليد تعويذة قوية وضربه بها، لكن لم يحدث له شيء. ثم ضربه بتعويذة قوية جدا، لكن هذه المرة ماشا قام بصفع تلك التعويذة تحت صدمة الجميع، وخاصة براد بدأ يتساءل كيف لشخص لا يمتلك السحر أن يقاومه. وهنا غضب براد وبدأ بإطلاق الكثير من التعويذات لكن بدون جدوى، ماشا مسيطر على الوضع، وفي الأخير ماشا هزم الشرطي والعجوز مصدوم كيف لابنه أن يهزم شرطة السحر وهو لا يمتلك السحر. فجأة اقترح براد على ماشا اتفاق، حيث أخبره أن هنالك مدرسة السحر التي يتم اختيار كل سنة طالب من طرف الإله ليكون حاكم لهذا البلد العبيط، والطالب الذي يتم اختياره يدعى بمستنير السماء. وطلب براد من ماشا بالانضمام لهذه المدرسة وأن يصبح الطالب المختار ليستفيد منه ومن رئاسته، وطبعا سيساعده بالانضمام إلى هذه المدرسة، لكن العجوز رفض طلبه وقال له كيف لشخص لا يمتلك السحر أن يدرس في مدرسة السحر، زائد كنت تطاردنا وتريد قتلنا قبل قليل. ليرد عليه براد أنه سيتم اختياره من طرف الإله وليس البشر، زائد إن لم توافق على الطلب ستظل الشرطة تلاحقكم مدى الحياة مباشرة. وافق ماشا على الاتفاق، وبعد مرور الأيام نجد ماشا في مدرسة السحر وهو يتحدث مع نفسه أنه سيحمي أبيه وسيبرهن للجميع أنه قوي بدون سحر. بعد وصول ماش لمدرسة السحر التي تدعى بإيستون وتعتبر من أعرق وأقدم مدارس السحر في التاريخ، حيث تخرج منها الكثير من السحرة الأقوياء، زائد ليتم قبولك في هذه المدرسة يجب عليك تخطي الكثير من الاختبارات الصعبة حيث يكون معدل النجاح فيها أقل من 3%، وليتم قبولك يجب أن تكون قويا جدا. في الجهة الأخرى يظهر لنا لوتشي وهو أحد المشرفين في الاختبارات، حيث هذا الأخير يراقب جميع الطلاب المتقدمين للاختبار، حيث وجد أبناء النبلاء والوزراء والسياسيين، يعني يوجد منهم الكثير، وهو يراقب الطلاب ليشاهد ماشا الذي يقوم برفع الأثقال داخل المؤسسة. لينصدم لوتشي ويتحدث مع نفسه كيف لشخص مثل هذا موجود في امتحان القبول لمدرسة السحر؟ بالطبع هذا الشاب أحمق، وفوق كل هذا يقوم بالتدريبات واختبار القبول على وشك البدء. وهو يتحدث مع نفسه ينصدم عندما يجد ماشا يقرأ كتاب بناء العضلات بدلا من كتاب لتعلم السحر، وهو مصدوم
يرى الشرطي والعجوز متنكرين خلف ماشا ويراقبانه، لأنهم قاموا بوضع علامة على ماشا كي لا يشك أحد على أن ماشا لا يستطيع استخدام السحر. وفي هذه اللحظة أصيب لوتشي بالحمى من كل هذه الأمور التي رآها. المهم بعد مرور الدقائق يظهر لوتشي من خلال عاصفة من النيران وقدم نفسه للطلاب لينصدم جميع الطلاب قائلين إنه لوتشي أحد أعظم الساحرين في هذه المدرسة. وهنا لوتشي بدأ يتفاخر ويتباهى بنفسه. فجأة طرح ماش عليه سؤال، ما شعورك وأنت خارج من النيران؟ ألا تشعر بالحر؟ ليرد لوتشي في نفسه، بالطبع سأقتلك على هذا السؤال الغبي. المهم جاء أول اختبار وطلب لوتشي من الجميع الجلوس على المقاعد ليتحدث أحد الطلاب. أيها الغبي، أين المقاعد؟ هل سنجلس فوق رأسك؟ ليرد عليه، بالطبع أيها الأحمق لا. بعدها ألقى التعويذة وأخرج المقاعد من تحت الأرض وأسقط الأقلام وورق الاختبارات من السماء، والجميع مصدوم بقدرات لوتشي. لكن ماشا قال له، كان بوسعك اصطحابنا لقاعة مجهزة مسبقا بدلا لتضييعك للوقت. هنا انفجر لوتشي غاضبا، سأقتلك يا ابن. بعدها طلب من الجميع الاستعداد، وأن وقت الاختبار الكتابي لا يفوق 30 دقيقة. بعدها انطلق الاختبار. فجأة بدأ جميع الطلاب مصدومين لأن الكلمات تتحرك بسرعة وغير مرتبة. وعلى الجانب الآخر يظهر لوتشي بابتسامته الشريرة لأن الاختبار مختوم بتعويذة سحرية، ولكي تمنع الكلمات من التحرك يجب على الطلاب كسر التعويذة السحرية. والعجوز والشرطي يراقب ماشا الذي بدأ عليه الإحباط لأنه لم يفهم شيء، وبالصدفة حطم قلم الريشة والكلمات توقفت عن التحرك. ورتب جميع الكلمات ومباشرة قدم ورقته للوتشي الذي بدا عليه السرور قائلا، يبدو أن ورقته فارغة. المهم أمسك ورقة ماش وبدأ بقراءتها ليتفاجأ أنه نجح في الاختبارات. وحتى العجوز والشرطي انصدموا من ماش لأنه نجح في الاختبار الكتابي في 5 دقائق. بعدها انتقلوا للاختبارات الأخرى حيث استطاع ماش تخطي جميع الاختبارات بنجاح وبدون أي قوة سحرية تحت صدمة جميع الطلاب وخصوصا لوتشي الذي عاجز عن الكلام. وفي الأخير قام لوتشي ببناء متاهة كبيرة مليئة بالفخار، وهذا كله لإحباط ماش. المهم دخل ماش للمتاهة وظهرت له فتاة مشاركة في الاختبار التي تدعى بأروفي، وطلبت منه أن ترافقه لأنها تستطيع مساعدته في أي شيء، ووافق على طلبها. وبعد الكثير من المشي وأرافين دائما تسقط في الفخاخ وبطلنا يتجاهلها بداعي أنه ليس لديه الوقت. فجأة سمع صوت صرخ وطلب ماش من أرافين أن تسرع ليصل إلى خط النهائي قبل نهاية الوقت. لكن أرافين لديها رأي آخر حيث أخرجت عصاها وألقت التعويذة على ماش وقيدته بأصفاد من الحديد واعتذرت منه لأنها تنفذ الأوامر فقط. وبطلنا قال لها، هل حقا قمت بخداعي؟ ثم قام بكسر الأصفاد لتندهش أروفين قائلة، كيف استطعت كسر الأصفاد؟ ومن ثم تجاهلها ماش وغادر مسرعا وهي تحاول اللحاق به. أتى إليها أبو الهو وطرح عليها سؤاله المعروف، من هو المخلوق الذي يمتلك 4 أقدام في الصباح و2 في الظهر و3 في الليل؟ وهنا أروفين لم تعرف الجواب وأرادت مقاتلة أبو الهو، لكنه كسر عصاها وخرت قواها. رفع أبو الهو ليقضي عليها. فجأة ظهر ماش بقبضته القوية قائلا، حتى أنا لا أعرف الجواب. ثم بوم سقط أبو الهول على الأرض، وأول سؤال طرحته أرافين، لماذا ساعدتني؟ ليرد عليها ماش، لقد انتابني شعور غريب وقدمت لك يد المساعدة. في أجهة أخرى لوتشي مبسوط للغاية لأنه ظن ماش لن يجتاز المتاهة. فجأة سمع صوت تحطيم الجدران، ثم بوم خرج ماش وأرافين من المتاهة تحت صدمة الجميع. ولوتشي بدأ يتساءل، هذا غير ممكن، كيف قام بتحطيم الجدران كلها والطلاب يهتفون ارحل ارحل؟ لأن ما قام به ماش يعتبر غش. وهنا أرافين اعترفت للجميع أن لوتشي طلب منها أن تؤخر ماش لتمنعه من الوصول لخط النهاية مقابل قبولها في المؤسسة لأن عائلتها فقيرة جدا. ليعترض لوتشي قائلا، هذا غير مهم، من قام بالغش ويريد الانضمام لهذه المدرسة بالقوة والغش فليقاتلني. وهو يقوم بتعويذة سحرية قام ماش بكسر عصاه السحرية لينصدم جميع الطلاب
ولوتشي معترضا على ما فعله ماش. فجأة ظهر مدير المؤسسة والجميع مصدوم بقدومه، حيث صرخ قائلا: اصمتوا، انا من سيكون المشرف على هذا الاختبار النهائي، والان ابدأ بالاختبار. فجأة انتقل ماش الى قاعة مليئة بالسحر، وهنا المدير طرح على ماشا أول سؤال: لماذا اخترت هذه المدرسة بالذات؟ ليجيبه: اخترتها لأضمن حياة هادئة مع عائلتي. هنا جميع السحرة اعترضوا على هذا الجواب، ثم سأله المدير سؤالا آخر: لماذا ساعدت تلك الفتاة والوقت كاد ينتهي؟ ليرد عليه ماشا: إن لم أساعدها سأندم طول حياتي، وهذا ما شعرت به. وبدأ المدير بالضحك، حيث سأله المدير مرة أخرى: وماذا إذ كان الشخص أقوى من أبو الهول؟ ماذا كنت ستفعل؟ ليرد ماشا ببرودة: سأفعل نفس الشيء. وهنا العجوز قام بتحضير تعويذة قوية جدا، وجميع السحرة خائف من قوة التعويذة. وماشا سأل المدير: ما هذا الشيء؟ ليخبره المدير أن هذه التعويذة تقوم بسحب روح التي تكون قريبة للقلب الضحية، ويتم شجنها في الدمية، زائد تم طعن الدمية ستموت تلك الروح نهائيا. وفي الجهة الأخرى فقد العجوز وعيه، وبدأ ماشا بضرب الآلة لكن بدون جدوى. تعويذة المدير قوية جدا، وهنا قام المدير بتوجيه سؤال لماشا: ما الذي ستفعله إن واجهت موقفا كهذا؟ مباشرة بعد السؤال قام ماشا بمنع السكين بدخول في الدمية، والجميع مصدوم لأنه نزف كثيرا، حيث قال ماشا: إن لم أستطع هزيمة هذه التعويذة يمكنني إيقافها بقوة لحماية فرد من عائلتي. وهنا المدير قام بفك التعويذة واعتذر من ماش لأنه كان يريد فقط اختباره، وتم قبوله في مدرسة إيستون للسحر. وفي اليوم التالي يكون ماش أول حصة له في السحر، حيث طلبت منهم المدرسة فتح قفل عن طريق السحر، وكما تعلمون ماش والسحر لا يلتقيان، وقام بكسر القفل، والمعلمة بدأت بتوبيخه لأنها هذا لا يعتبر سحر. فجأة ظهر أحد الأشخاص الذي يدعى بفين، يتحدث مع نفسه قائلا: لا يجب أن أتحدث مع ماش لأنه شخص خطير جدا، ويجب علي أن أتجنبه. بعد انتهاء الحصة، وفين عائد إلى غرفته ليتعرف على الشخص الذي سيشارك معه في الغرفة. مع دخوله للغرفة تفاجأ بأن الباب غير موجود. فجأة ظهر ماش وهو يحمل الباب، وهنا فين عض لسانه بكثرة نحسه. المهم كل شخص تعرف على الآخر، وماش اعتذر على ما فعله في الباب. وهنا فين اندهش لأنه لا يعرف أن ماش شخص طيب لهذه الدرجة، وماش طرح سؤال على فين وهو: كيف يصبح المنجم المقدس؟ ليرد فين عليه: لتصبح المنجم المقدس يجب عليك الحضور في جميع الحصص الدراسية، وأن تنجح في جميع الاختبارات، وتقوم بجمع العملات الذهبية، وهكذا ستصبح المنجم المقدس. وشعر ماش بالإحباط، لكنه بعدها تقاسم الفطائر الكريمة مع فين، وشكره لأنه أجابه على سؤاله. المهم بعد مرور أسبوع يظهر لنا ماش في غرفته يفكر ويستمتع بأكل كعكه الخاص. بعدها بدقائق تحدث مع صديقه فين حول الاختبار الذي سيكون غدا حول كيفية الطيران بمكنسة. وبما أن صديقنا ماش لا يستعمل السحر ولا يمتلك مكنسة، طلب من زميله فين أن يقرض له مكنسة لأنه نسى مكنسته واستبدلها بجذع من شجرة القرطب. انصدم فين وصرخ قائلا: كيف قمت بخلط بين المكنسة والجذع؟ ألا ترى؟ ليرد عليه ماش: لقد كنت مشوشا ولم أنتبه. وفين وافق على إقراض مكنسته. في اليوم التالي جاء موعد الحصة الدراسية لكيفية التحليق بالمكانس، حيث أمرتهم المدرسة أن يقوموا بتمرير السحر إلى المكنسة، وطلبت منهم أن يقولوا كلمة حلق لتطفو المكنسة، ثم يقوموا بالتحكم في وضعية الطيران عبر السحر. مباشرة بدأ الجميع يأمر مكنسته بالطيران عبر قول كلمة حلق حلق حلق. وفي الجهة الأخرى صديقنا يأمر مكنسته بالطيران ويقول لها حلقي حلقي حلقي، لكن المكنسة أبت عن التحرك، وصديقنا ماش شعر بالإحباط،
فجأة ظهر شخص يدرس معه وبدأ يتمسخر عليه ويقول له: يا للسخرية، أنت قوي جدا ولا تستطيع الطيران، هل تفتقد للسحر؟ هنا نظر إليه ماش وقام بضرب الأرض وقال كلمة حلق، ثم أمسك بالمكنسة. هنا انصدم الطالب قائلا: هذا يعتبر غش. وماش رد عليه: لا لم أغش. والفتى كاد ينفجر من شدة الغضب. والمدرسة طلبت من التلاميذ أن يزيدوا في سرعة الطيران، وهنا الفتى خطرت له فكرة في الوقت المناسب، حيث تحدى ماش بنزال السرعة، والخاسر سينفذ جميع الأوامر للفائز حتى يتخرج من المدرسة. وافق ماش على التحدي. ظهرت المدرسة بصفتها الحكم، والفتى مبسوط جدا لأنه منذ أيام الإعدادية كان يجد الطيران على المكنسة ويستطيع الفوز بسهولة. المهم، مع انطلاق الطافرة وصل ماش إلى خط النهاية، والمدرسة مصدومة وتصرخ قائلة: لقد حطمت الرقم القياسي في سرعة الطيران. والجميع مصدوم كيف وصل إلى خط النهاية، ولكن فين؟ لاحظ عندما أعطت المدرسة إشارة الانطلاق، قام ماش برمي مكنسته في السماء ثم قفز فوقها وطبق التوازن. والفتى يصرخ قائلا: لا لا، أنت تغش وهذا لا يسمى فوز. ولكن ماش استفزه قائلا: لقد فزت عليك، والحكم اللي كان بيننا اعتبره ملغي لأنك مجرد فاشل ولا يتقبل الخسارة. هنا الفتى زاد صراخا. فجأة تم ربط فمه بخيط سحري، وظهر شخص يدعى بكافيل، واعتذر من ماش بدلا من صديقه الخاسر، وقال لصديقه: تقبل الخسارة لأن ماش قوي جدا. وهنا جميع الطلاب كانوا يخافون من كافيل ويتأسفون على ماش لأنه قابل كافيل الذي رحب بماش وأخبره أنه معجب به ويريد أن يصبح أصدقاء. لكن المدرسة قاطعتهم وأخبرتهم أنهم في حصة تدريسية وممنوع التكلم مع بعض. اعتذر كافيل من المدرسة وطلب من ماش أن يلتقوا في الساحة بعد انتهاء الحصة. انتهت الحصة الدراسية، وكافيل يصطحب الفتى الذي خسر أمام ماش وراء المدرسة، ثم بدأ بشتمه وتعنيفه بالضربات القاسية قائلا: كيف هزمك ماش ولم تقم بمضايقته؟ لماذا أرسلتك؟ لكي تقوم بالتنمر والقضاء عليه. ثم سقط الفتى مغمى عليه من كثرة اللكمات. على الجانب المعكوس، ماش يسأل فين عن كافيل ليخبره فين، قائلا أن كافيل هو مجرد طالب داخلي. ليقاطعه ماش: لا قصدت لك، لماذا جميع الطلاب يخافون منه؟ ليرد عليه أن كافيل لديه علاقة قوية مع نائب المدير، يعني الشخص الذي لا يعجبه يتسبب له في الطرد، ولهذا السبب يخاف منه الجميع. بعد الدوام المدرسي، نجد ماش يقوم بطبخ كعك الكريم في مطبخ المدرسة ويفكر في كلام الشرطي براد. وفي الجانب الآخر، كافيل ينتظره في الساحة وماش يطبخ الكعك قائلا: لقد نسيت شيئا، ما هو يا ترى؟ في الحصة الدراسية الأخيرة، ماش يرفع إحدى كتبه من الحقيبة وينتبه أن تم إتلاف كتابه الخاص، وهو يتساءل عن سبب إتلافه. يظهر كافيل ويسأل ماش عن سبب عدم مجيئه. هنا اعتذر منه ماش وأخبره أنه كان مشغول في إعداد الكعك. وكافيل يتظاهر بابتسامة خافتة تحتها غضب كبير قائلا: لا مشكلة. ثم سأل ماش: هل تريد أن تصبح الناجل المقدس؟ رد عليه ماش: نعم، ولكن كيف ستفعل هذا؟ وكافيل أخبره أنه لديه علاقة مع نائب المدير، وسأخبره أن يقوم بمساعدتك في الوصول إلى ما تريد، ولكي أتحدث مع نائب المدير يجب عليك تنفيذ الأوامر مباشرة. وافق ماش على العرض دون تفكير، وبدأ ينفذ الأوامر مثل حمل الأغراض وتنظيف الأحذية والكثير من الأشغال. في اليوم التالي، ماش يتفقد أحد كتبه، ولكنه يجد كتابه تم تخريبه مرة أخرى. وبعدها طلب من زميله فين أن يسمح له بالقراءة، وفين يحاول رفض طلبه، إلا أن صديقنا جلس معه بسرعة وقدم له بعض الكعك وشكره على المكنسة التي أعارها إليه، واعترف له أنه صديقه المفضل، وتفاجأ فين بعد سماعه لهذا الكلام. انتهت الحصة الدراسية، وماش يشكر كافيل على تعامله الخاص، لكن كافيل ابتسم وسكب الماء في الأرض، ثم قال: أوبس، لم أتعمد ذلك، وطلب من ماش تنظيف المكان وغادر. وماش بدأ بالتنظيف وجعل الأرضية تشع من النظافة.
بالزاوية الأخرى يظهر كافين يشكر فين لأنه قام بإفساد كتب ماش، وطلب منه هذه المرة إحراق ملابس ماش، لكن فين رفض الأمر قائلا لن أفعل ما تطلبه الآن فأنا لست خادما لك. هنا غضب كافين وقام بربط فين بخيوط سحرية وبدأ يكسر في وجهه. فجأة ظهر ماش وسأل فين من فعل بك هذا. هنا فين شرع في البكاء قائلا أنا الذي أفسد كتابك لأن كافين أمرني بفعل ذلك، ولكن بعد رفضي لطلبه الأخير بسبب أنك صديقي وقلت لي كلاما طيبا. ثم بدأ بضرب وتكسير عظامي، لكن كافين قاطعه قائلا لا تصدق كل ما قاله، إنه مجرد حتالة، هيا نذهب ونأكل وجبة الغداء. وهو يتحدث تقدم إليه ماش وأمسكه من شعره، ثم بوم طرق وجهه مع الأرض وفقد وعيه، والجميع مصدومين قائلين له هل تدرك ما فعلت الآن؟ سيتم طردك من المدرسة. ورد ببرودة هذا غير مهم. ثم ظهر نائب المدير وصرح قائلا هذا الفتى تمت التوصية عليه من طرف عائلتي، وهدد ماش أنه سيقوم بإبلاغ المدير بفعلته مباشرة. ركله ماش ودفنه في الأرض قائلا له أنت تستطيع طردي، ولكن أنا أستطيع القضاء عليك متى شئت ولو سجنت في السجن. في النهاية انتهى المطاف بماش أمام المدير الذي سأله أتعرف ماذا فعل؟ يرد عليه ماش قائلا على ما أظن أنني استعملت مطبخ المدرسة دون إذن. وهنا المدير رد قائلا أتمزح معي؟ لقد دعست وجه كافي، والمصيبة الكبرى قمت بدفن نائبي في الأرض، والآن استلمت تقرير من مجلس السحرة ما فاده أني يجب علي طرده. هنا شعر ماش بالإحباط، لكن للمدير رأي آخر حيث قام بإحراق التقرير وأشاد بما فعله ماش، لكن ماش رد قائلا كنت سأفعل الأمر حتى إذا قمت بتوبيخي. هنا المدير بدأ بالضحك قائلا هكذا يكون الطلاب الأقوياء، ودعني أقدم لك معلومة لتصبح من الطلاب المختارين. أول شيء يجب التركيز على جميع دروسك وامتحاناتك البدنية والكتابية والنجاح فيها بأعلى معدل. زائد يجب عليك الحصول على العملات الفضية والبرونزية والذهبية، كلما حصلت على النقود كثيرا فبلا شك تصبح من الطلاب المختارين. في اليوم التالي بيظهر لنا ماش يتمشى مع فين، فجأة يظهر لهم شخص يدعى بتوم الذي جميع الفتيات يعشقونه. المهم توم طلب من ماش أن يلعب معه مباراة للكرة الطائرة عبر المكانس. هنا ماش أخبره أنه لا يستطيع الطيران، لكن توم قاطعه وأخبره كفاك تواضعا فأنت قوي جدا وأنا أعتمد عليك غدا. جاء موعد المباراة والكل متحمس وفريق ماش يتفخرون به مع انطلاقة المباراة، والجمهور متحمس جدا. فجأة نظر الجميع إلى الأرض ووجدوا ماش لا يطير. هنا الجميع بدأ بالتنمر عليه ورميه بالقارورات قائلين إن لم تستطع اللعب فلتذهب إلى المطبخ. المهم أتى إليه توم قائلا هل تتلألأ في النار التي تدعى بالحياة؟ هل قلبك ينبض؟ ليرد عليه ماش يا صديقي لم أفهم كلامك. ليرد عليه توم قائلا لقد أقسمت لك أن نكون الرقم الواحد في هذا العالم، وأنت الآن تفتقر للخيزوران لأن الخيزوران قوي ويتحمل أي مناخ. هنا نظر إليه ماش قائلا يبدو لي أنك منتشي. بعدها شرح توم لماش قوانين اللعبة دويلو، أنه فقط يجب تمرير الكرة داخل الحلقة يعني تسجيل هدف، وكل هدف في نقطة، والسحر ممنوع. زائد هذه اللعبة تعتمد على مدى قدرتك في استعمال المكنسة، وهذه الرياضة تعني لي الكثير، ولهذا قمت بضمك لفريقي. إذا أردت عدم اللعب فأنا أحترم قرارك. وهم يتحدثون قام أحد أشخاص من الفريق الآخر بدفع توم مسقطه أرضا مع بعض الكسور في عظامه، والجميع مندهش من الأمر. تدخل ماش واطمأن على رفيقه الذي اعتذر منه لأنه لا يستطيع اللعب بسبب بعض الكسور، وقام توم بتوبيخ اللاعب الذي أسقطه قائلا ألا ترى أين هي الروح الرياضية؟ ليرد عليه اللاعب قائلا في هذه الرياضة لا توجد الروح رياضية، المهم هو الفوز فقط. ثم غادر قائلا واصلوا التحدث أيها الضعفاء. هنا طلب توم من ماش أن يلعب المباراة من أجله وأن الفوز غير مهم لأن فريقه منهزم بخمسين نقطة. وافق ماش على طلب صديقه، ثم بوم قفز من الأرض وحلق في السماء مع مكنسته، والجميع مصدوم هل ماش يستطيع استعمال المكنسة؟ ولكن في الحق
الحقيقة كان يركل برجليه. المهم طلب ماش الكرة من زميله والجمهور يتساءل كيف سيسجل الهدف من مكان بعيد والخصم يهاجمه لمنعه من التسجيل. لكن لماش رأي آخر حيث قام بتسديد الكرة بقوته الخارقة ثم بوم سجل الهدف الأول تحت صدمة الجماهير. لكن بعدها فقدوا الأمل لأنه يجب على ماش تسجيل 49 هدفا ليضمن الفوز لفريقه والمباراة لم يتبقى لها شيء وتنتهي. وهم يتساءلون رجعت الكرة إلى يد ماش الذي قام بتسديد الكرة وسجل الهدف الثاني والكل مصدوم. ثم رجعت إليه الكرة مرة أخرى وسجل هدف آخر واستمر ماش بتسجيل الأهداف تحت صدمة الجميع إلى أن انتهت المباراة بفوز فريقه وتحطيمه لرقم قياسي جديد في تسجيل الأهداف. والجماهير تهتف إليه وتشجعه ثم اعتذروا منه على ما فعلوه في الأول. حصل ماش على أول عملة فضية وبدأ يتساءل لماذا شكلها مختلف وصديقه فيل مندهش لأن ماش مع دخوله الأكاديمية حصل على عملة فضية. وهم يتحدثون ظهر توم قادم إليهم بملامح غريبة كأنه غاضب والفتى يستهتف إليه ثم قام بعناق ماش وشكره على ما فعله من أجله. في الجهة الأخرى يظهر لنا شخص غريب يقوم بقراءة جريدة الصباح التي تتحدث عن ماش والرقم القياسي الذي حطمه أثناء المباراة. والشخص الغريب بدا غاضبا متحدث مع نفسه قائلا كيف لشخص مثل ماش يضحي بنفسه من أجل الآخرين، يا له من ساذج ومغفل. في اليوم الموالي بيظهر لنا توم بيضغط على ماش بالقيام بالتدريبات كي لا يخسر لياقته البدنية وأروفين تطلب منه أن يدرس معها ويقرأ بعض الكتب عن السحر وماش يكاد ينفجر ويترجى فين أن يخلصه من هذين الأحمقين. وهم يتحدثون ظهر الشخص الذي كان يقرأ الجريدة ويدعى بلان حيث قال يبدو لي أنكم تستمتعون بالوقت هل يمكن أن أنضم لكم؟ نظر إليه توم ولم يعرف ولكن اندهش عندما وجد علامتين من السحر على وجه لان. أما أروفين كانت تعرفه جيدا لأنه احتل المركز الأول في امتحان القبول وبدأت تتغزل به في مخيلتها. لكن ماش أخبره أنهم لا يستمتعون ليرد عليه لان لنفعل شيء ممتع مثل ليقاطعه ماش قائلا مثل الغميضة. هنا لاس أخرج من بدلته قارورة وأخبرهم أن هذه القارورة قديمة جدا وقام بفتحها. مع فتح القارورة تحول أصدقاء ماش إلى دخان وانسجنوا داخل القارورة وأخبر ماش إذا أردت إنقاذ أصدقائك فلنلتقي في الغابة. أتى ماش إلى الغابة وأول سؤال طرحه ما هذا؟ ليرد عليه لانس اعتبر هذا مجرد رهان وعرض له عملتين فضيتين قائلا أنا وأنت نسعى خلف هذه. هنا تفاجأ توم لأن من يمتلك الآن عملتين فضيتين فقط الأشخاص الأقوياء وفوق كل هذا خطط التي على وجهه تفسر مدى قوته السحرية. في هذا العالم يحتوي على أشخاص يستعملون السحر وبيكون عندهم علامة أو خط واحد ولكن هناك استثناء بحيث يوجد مستعملو السحر يمتلكون علامتين ويتواجدون في هذا العالم بنسبة شخص واحد من كل 10,000 شخص ويقال أنهم مختارون من السحر ذاته. المهم صديقنا لانس تحدى ماش في نزال والخاسر سيفقد عملته الفضية رغم أن القتال بالسحر ممنوع ومحرم في هذه المدرسة لكنك ستقبل بالنزال لأنني أحتجز رفقائك زائد سأفوز بهذا النزال بكل سهولة لأنك شخص مغفل وساذج لأنني شاهدتك في الاختبار القبول وأنت تضحي بنفسك لتساعد الفتاة التي خانتك في الأول. وفي الجانب المعكوس أصدقائه يحذرون من خوض نزال ضد لانس لأنه شخص خاطئ جدا ولانس يسأل ماش هل هو مستعد لهذا النزال أم أنه خائف. رد عليه ماش أنه مستعد لنبدأ بسرعة. مباشرة وجه لانس حاسه لإلقاء التعويذة السحرية وماش انطلق بسرعة مع قبضته للقضاء على لانس. فجأة سقط ماش أرضه
تحت تأثير تعويذة الجاذبية، وأصدقائه خائفين عليه. هنا لاس نظر إلى ماش بنظرة مستفزة وبدأ يستهين ويتمسخر بماش ويقول له كيف لشخص مثلك أن يهزمني، زائد لا تحاول مقاومة هذه التعويذة، فأي شخص لا يستطيع مقاومة هذه الجاذبية. لكن لصديقنا ماش رأي آخر، حيث قام بشق الأرض ولانس سقط أرضا من الصدمة. وهنا نظر إليه ماش باستحقار قائلا أتحب الركوع إلى هذه الدرجة؟ ثم هجمه مسرعا، ولانس يحاول إيقافه بتعويذة الجاذبية مرة أخرى لكن بدون جدوى. ماش كان سريع جدا وبسبب هجومه سقطت قلادة من لانس. هنا توقف ماش عن القتال وفتح القلادة ووجد فيها صورة فتاة صغيرة، وانصدم ماش قائلا سأتصل بالشرطة أيها البيدوفيل، يعني متحرش بالأطفال. هنا قاطعه لان قائلا أيها العبيط هذه أختي الصغيرة. بعدها أعاد له القلادة قائلا يعني أنت لست بيدوفيل؟ وهنا نظر إليه لان وسأله ما هو أغلى شيء عندك؟ وطبعا نحن جميعا نعرف جواب ماش، حيث أخبره أغلى شيء عندي هو فطائر الكريمة. رد عليه لان لا أيها الغبي أخبرتك شيء آخر. رد عليه ماش مرة أخرى الحب الحرية وفطائر الكريمة. وقطعه لانس قائلا أغلى شيء في هذا العالم هو أختي الصغيرة. هنا نظر إليه ماش قائلا هل شربت شيئا من غير الماء؟ بعدها توجه لانس إلى حافة الجبل وأخبر ماش أنه سيلقي القارورة من فوق الجبل وسيقوم بمهاجمته في نفس الوقت، وأصدقاء ماش يصرخون من الخوف. وكل هذه الأمور الشيطانية يفعلها من أجل أختي. هنا صديقنا يتذكر عندما كانت أخته الصغيرة التي تدعى بآنا، حيث كانت تعالج جراحه وتوبخه دائما لأنه كل يوم يأتيها بجروح وكدمات كثيرة لأنه يدافع على الأشخاص الضعفاء من التنمر. لكن أخته أخبرته أنها تحبه رغم ما يفعله لأنه أخرق وطيب. بعد مرور الوقت مرضت آنا وشعر لانس بالخوف، حيث أخبره والديه أن أخته آنا تعاني من مرض فقدان السحر، وبعد 5 سنوات ستفقد القدرة على استعمال السحر وسيتم تسليمها للحكومة. هنا غضب لانس قائلا ما هذا الهراء ومن وضع هذه القوانين الغبية؟ ومن هناك قرر لانس أن يصبح مستنير السماء ليغير قوانين الحكومة لإنقاذ حياة أخته. في الزاوية الأخرى لانس يرمي القارورة ويلقي تعويذة الجاذبية لإسراع من سقوط القارورة، وفي نفس الوقت يتأسف من أفعاله الشنيعة. ومباشرة ماش يقوم بوضعية الاستعداد وبيقول تعويذة تسمى بالعرقوب، ولانس يتفاجأ بمجرد سماعه بهذه التعويذة الغريبة، وماش ينطلق بسرعته الخارقة وفي لحظة يستعيد القارورة. ولانس مصدوم وغير مستوعب كيف حصل على القارورة وبهذه السرعة، هذا غير ممكن. بعدها يقرر الهجوم عليه لأنه سيفعل أي شيء من أجل أختي، وماش يقاطعه ويخبره أن يقف عن القتال، حيث قال له أنك إنسان طيب ولا تحب افتعال المشاكل، زائد القارورة التي أسقط فارغة. فجأة اقترب ماش منه وبدأ بتفتيشه بسرعة إلى أن عثر على القارورة. وهنا لانس أخبره لماذا تفعل هذا، كان بإمكانك القضاء علي وأخذ العملة الفضية. يقاطعه ماش قائلا هذا غير مهم بالنسبة لي، فأنت شخص طيب وأخرق في نفس الوقت. وهنا صديقنا لانس تذكر كلام أختي عندما كانت تقول له نفس الكلام. وهنا لانس شعر بالذنب وانسحب من القتال وأعطى عملته لماش لأنه يستحقها بجدارة واستحقاق، ثم غادر. وأصدقاء ماش يمدحونه ويشكروه لأنه أنقذه. في أكاديمية السحر أستون يتواجد 3 مساكن، أدولار، أوركا، ولينك، وصديقنا ماش يقطن في أدولار. المهم بطلنا كان يمسك بعملتين ويفكر بأن 5 عملات فضية تساوي 1 ذهبية، وبدأ يعد 5 - 2 = 28،
وهنا اندهش فين قائلا: أيها الأحمق، 5 - 2 = 3. ليرد عليه ماش: هل هذا سؤال مخادع؟ ليرد فين: لا، فقط أنت أحمق ولا تفقه شيء في الرياضيات. وقطعه ماش قائلا: هذا اليوم مر بسلام بدون أي مشاكل. أرد عليه فين: نعم معك حق. فجأة صرخ فين قائلا: لقد نسينا فرض الجرعات، وبهذا سيتم خفض منا النقاط، وهكذا سنرسب ويتم طردنا من الأكاديمية. وهم يصرخون ظهر لانس قائلا: ألم تنجزوا فرض الجرعات؟ أنتم فقط حمقى وبدون فائدة. وهو يتحدث عرض له ماش صورة أخته وأغمي على لانس من شدة إعجابه بأخته الصغيرة. أخبرهم لانس: إذا أردتم إنجاز الجرعة، أولا يجب عليكم كبح صراخ هذا الفجر الذي يشكل المكون الأساسي في الجرعة. ليسأله فين: وكيف نقوم بإسكاته؟ هنا قام لانس بحمل عصاه السحرية ووجهها نحو الفجر قائلا: كوينتوس. بعدها توقف الفجل عن الصراخ ونام، وطلب لانس منهم أن يكرر ما فعله. مباشرة قام فين بتوجيه عصاه في وجه الفجل قائلا: كوينتوس، لكن لم ينجح معه الأمر. أما في الجهة الأخرى ماش قام بتكرير الأمر، لكن الفجل ازداد صراخا وحشما. ليندهش فين ولانس من الأمر، وهنا طلب لانس من فين أن يركز أثناء قيامه بالتعويذة. ومباشرة قام فين بإلقاء التعويذة بهدوء وتركيز، ونجح في كبح صراخ الفجل، ولانس بدأ يثني عليه. أما في الزاوية الأخرى صديقنا ماش يصارع الفجل خاصته لأنه ازداد حجما كلما يلقي عليه تعويذة. وهنا قام ماش بصفع الفجل وسقط على الأرض. ليصرخ عليه فين قائلا: ماذا تفعل؟ هذه ليست الطريقة الصحيحة. ليرد عليه ماش: بل هذه هي الطريقة الصحيحة. بعدها توجهوا نحو المطبخ وارتدوا ملابس الطبخ، وبدأ لانس بتقطيع الفجل خاصته وطبخه على النار والقيام بحركات أسطورية في الطبخ ليحضر الجرعة. وهنا طلب منهم أن يفعلوا نفس الشيء، لكن فين رفض لأن الأمر صعب جدا عليه. لكن لصديقنا ماش رأي آخر، لأن تحضير الجرعة سهل طالما لا يستخدمون السحر، حيث بدأ بتقطيع الفجل خاصته وتقليد لانس لينتهي به المطاف بتحضير فطيرة الكريم. وهنا انصدم الجميع خاصة فين، وقال له لانس: هل تستهزئ بنا؟ ثم قام ماش بطبخ مرة أخرى تحت مراقبة لانس وفين، وفي الأخير انتهى به المطاف بتحضيره فطيرة مرة أخرى. وهنا انصدم لانس قائلا: هذا غير ممكن، لقد راقبته وساعدته أثناء طبخه، هذا حقا غريب جدا. زائد أنت تجيد القتال فقط، لكنك فظيع في الطبخ. ليرد عليه ماش ببرودة: هذا جيد. وهنا حذره لانس أنه لن يسمح لأي شخص أن يأخذ من العملتين الفضيتين. ليرد ماش: لا تخف، لن يحدث هذا. على الجانب المعكوس بيظهر لنا شخص بشعر أحمر يصطدم بمجموعة من الطلاب ولم يعتذر، في حين الطلاب بدأوا يشتمونه وسرعان ما نظر إليهم وأسقطهم أرضا بالضربات. وعلى الزاوية الأخرى يظهر لنا شخص غامض يأمر مجموعة من الأشخاص بجلب له العملة الذهبية ومشتقاتها. في اليوم الموالي يظهر كل من ماش ورفاقه في الغابة، وفين يتساءل عن ماذا سيفعلون في الغابة. ليرد عليه ماش: يبدو لي سنقوم بالتخييم. وهم يتحدثون يظهر الشخص ذو الشعر الأحمر الذي يدعى به دوت، ويقول أنه هو البطل الأول، وبدأ يتنمر على ماش، لكن بطلنا تجاهله. وهنا انفجر دوت من الغضب، خصوصا عندما رأى فتاة تغازل ماش. وهنا ظهر مسؤول عن الاختبار وطلب من الجميع التزام الصمت، وشرح لهم الاختبار بحيث يجب على كل طالب القضاء على العقارب الموجودة في هذه الغابة وجلب له القطعة التي تكون فوق رأسهم، وكل عقرب تختلف عن الأخرى في القوة، يعني إذا هزمت العقارب الأضعف ستحصل على البرونزية، أما إذا هزمت العقارب القوية ستحصل على العملة الفضية. ثم بدأ الاختبار، ولانس يتحدث مع ماش على أهمية هذا الاختبار. وهم يتحدثون ظهر لهم شخص غريب الأطوار، حيث أمسك بماش قائلا: أنت الشخص الذي يتحدث عنه الجميع وتريد أن تصبح مختلف عن الآخرين، لكن هذا لن يحدث. وقام بإلقاء تعويذة مخرجا من الأرض
صخرة من الحديد وضرب بها ماش وأسقطه أرضا. وهنا سألهم المسؤول ماذا يفعلون، ليرد عليه الشخص الغريب أنهم فقط يمزحوا مع بعض. وهنا ماش كان يريد القضاء عليه، لكن لانس منعه وأخبره أن هذا الشخص كبير علينا وسمعته سيئة للغاية في هذه المدرسة. وماش قاطعه قائلا الحمد لله أن الفطيرة لم تتأدى. وهنا انصدم لانس قائلا كنت تريد القضاء عليه بمجرد أنه أتلف فطيرتك الخاصة، أنت حقا أحمق. فجأة نظر بجواره ولم يعثر على ماش. في الجهة الأخرى ماش يلوم نفسه لأنه فقد تركيزه. فجأة ظهر دوس يصرخ قائلا أين هي العقارب وأين أجد رأس الفطائر، وسرعان ما عثر على ماش وانصدم بوجوده. وهنا ماش قام بصفعه قائلا بسببك فقط الكثير من السعرات الحرارية. وهم يتحدثون يسمعون صوت فتاة تطلب النجدة لأن أحد الطلاب يريد القضاء عليها، لكن دوس قام بالقضاء على الطالب وأنقذ الفتاة. ومباشرة الفتاة شكرت دوس الذي انصدم بمجرد سماعه كلمة شكرا. وهنا الفتاة أمسكت بيده وبدأت تتغزل به، ودوس كأنه غير موجود وبدأ يتلعثم بالكلام وينطح رأسه مع الأرض من شدة الخجل، في حين الفتاة كانت تستغله. وهنا توجهت عند ماش وشكرته على إنقاذها، لكن بطلنا رد عليها لا أنا لم أفعل شيئا. وهنا الفتاة انصدمت من الطريقة التي يتحدث معها وقامت بإلقاء تعويذة الإغواء عليه، وبدأت تتغزل به وتشكره على إنقاذها لها. وبطلنا كما العادة تجاهلها وأخبرها أنه لم يفعل لها شيء. هنا الفتاة انصدمت قائلة هذا غير ممكن، كيف استطاع ماش مقاومة تعويذة الإغواء في حين جميع الأشخاص يخضعون لها؟ وهنا الفتاة بدا عليها ملامح الحزن، ودود سألها ما سبب حزنك، لترد عليه أنا خائفة من شخص يدعى بسيلفا وهو طالب مشاغب جدا ودائما يستغل قدرتي عبر الكثير من الأمور السيئة. وهنا وعدها دوس أنه سيحميها وسيقضي عليه. فجأة تعرض لهجوم من طرف سيلفا الذي سأل قائلا من هو التافه الذي يريد القضاء عليه، ليرد عليه دوس أنا. ثم ألقى تعويذة وبدأ بضربه بالكثير من الكرات النار وظن أنه قضى عليه، لكن سيلفا لم يتأثر بضرباته لأنه محاط بدرع من الحديد. ودوت مصدوم من الأمر، فجأة خرجت صخرة من الحديد من الأرض وأصابته في بطنه. وهنا سيلفا بدأ يتنمر ويسخر منه قائلا أين ذهبت تلك الطاقة التي كنت تريد القضاء علي بها، هيا حاول مجددا. ثم أسقط سيلفا فطيرة ماشا الذي نظر إليه. وهنا ينتهي ملخصنا يا أصدقاء، انتظروا الجزء السادس واسم الأنمي ستجدونه في أول تعليق أو في صندوق الوصف. شكرا لكم جميعا، إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. I bite my tongue, it's a bad habit.